الحمد لله الملك العلام، وأحمده عند الجلوس والقيام، وأتوب إليه من الذنوب والمعاصي والآثام. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الفضل والجود والكرم والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا جهة ولا مكان له ولا كفو ولا عدل له، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، النبي الأمي الإمام الهاشمي المكي العربي القرشي الأبطحي سيد الأنام ومصباح الظلام وشمس دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسير على خطى رسول الله، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل بإذن الله، وهي خير زاد ليوم المعاد. فاتقوا الله في السر والعلانية، واسمعوا معي قول الله عز وجل في كتابه العزيز، حيث قال عز من قائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إخوة الإيمان والإسلام، إن الحديث عن العظماء ليس أمراً سهلاً، فمهما كتبت الأقلام ومهما حاول الإنسان أن يصف أولئك العظماء الذين نشروا دين الله شرقا وغربا،
فإن مصيره التقصير، لأن الألسن والأقلام تعجز عن وصف حياتهم وما قدموه لهذا الدين العظيم. خطبتنا اليوم عن إمام همام، مدافع عن الدين مقدام، علم من أعلام هذه الأمة، وفارس من فرسانها، الذي انتشر علمه في الآفاق، ألا وهو الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجزاه عن هذه الأمة فيما قدم إليها خير الجزاء. الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه، ولد في الكوفة سنة 80 للهجرة، وأنشأه والده ثابت على حب العلم والاغتراف من بحوره، وأحضره إلى الإمام علي بن أبي طالب عندما كان بالكوفة، فدعا له بالبركة. أصابت بركة دعاء سيدنا علي رضي الله عنه هذا الإمام الحبر، فانتشر علمه في الآفاق. كيف لا وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس. قال السيوطي: وقد اتفق العلماء على أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لناله رجال من فارس الإمام أبو حنيفة النعمان، لأن أصله فارسي، أبوه جاء به إلى الكوفة، جاء إلى الكوفة وولد هناك، ولكن من حيث الأصل هو أصله فارسي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لأنه ولد في عام 80 للهجرة استطاع أن يلتقي بستة من الصحابة، فنال شرف أن يكون من التابعين، أي الذين تعلموا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عن كثير من أئمة التابعين، وروى عنه الكثير من العلماء أيضا. قال عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة.
حوى أنواع العلوم وفنونها وارتحل إلى البصرة نيفاً 20 مرة ليدافع عن هذا الدين، ليقيم الحجج والبراهين، فناظر المعتزلة والدهرية وكسرهم بالحجة والبرهان وأبان زيغهم وضلالهم، حتى شهر بأنه فارس أهل السنة والجماعة، دافع عن هذا الدين، ومع ذلك كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، وكان أيضا كما روي عنه بقي يقرأ القرآن كله في ركعة في صلاة 30 سنة، أكرمه الله عز وجل بطي الوقت. كان يصلي في كل ليلة 400 ركعة، وبقي 40 عاماً يصلي صلاة الصبح بوضوء العشاء، أي لا ينام إلا بعد الفجر. هؤلاء العلماء في سيرتهم تنزل البركات والرحمات، كيف لا والله تعالى رفع من شأنهم وأعلى مقامهم. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه واحد منهم، دافع عن الدين وألف في بيان عقائد المسلمين، وله 5 كتب في العقيدة مشهورة: الفقه الأكبر، والفقه الأبسط، والعالم والمتعلم، والرسالة والوصية، 5 من أشهر كتبه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال في كتاب الفقه الأكبر: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، لا يشبه شيئاً من خلقه ولا يشبهه شيء. وقال أيضاً في كتاب الوصية: ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا تشبيه ولا كيفية ولا جهة. وقال أيضا: كان الله ولا مكان، كان ولم يكن عين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء، أي أن الله خالق المكان، خالق الأشياء جميعها، كما كان موجوداً بلا مكان قبل خلق الأماكن، فهو بعد خلقها بلا مكان، لأنه لا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا
لناله رجال من فارس، وفي رواية لو كان الدين منوطاً بالثريا لناله رجال من فارس. فسر باتفاق العلماء بأبي حنيفة. فهؤلاء الأئمة كالإمام أبي حنيفة والشافعي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. وكذا الإمام مالك، والذي ورد فيه: يكاد الناس يضربون أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هؤلاء الأئمة الأطهار الذين نشروا علم الدين شرقا وغربا، وأفاض الله تعالى عليهم، فكانوا أقوياء بالحجة، بالاستناد إلى كتاب الله وسنة رسول الله، حفظوا القرآن والحديث، عرفوا تفسير الآيات، عرفوا الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، والمجمل والمبين، وعرفوا كذلك اللغة العربية الفصيحة. هؤلاء كيف يقارنون بأناس من هذا الزمن؟ يطلع الواحد منهم فيقول: أولئك رجال ونحن رجال. يقارن نفسه بأولئك الأئمة الأكابر، وهو أمام هؤلاء قزم صغير يتجرأ في مجالس العلم، يقحم نفسه فيما يهلكه فيفتي برأيه. حتى إنك في هذه الأيام قد ترى في مجلس واحد إذا أثيرت مسألة شرعية لا يبقى واحد منهم ساكتا، هذا يقول: أنا بظني كذا، والثاني يقول: أنا باعتقادي كذا، وهذا يجزم بأنه حرام وذاك يجزم بأنه حلال. يقحمون أنفسهم فيما يهلكهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بعلم الدين ويرفعنا بعلم الدين، وأن يثبتنا على درب أولئك العلماء الصالحين الذين نشروا العلم شرقاً وغرباً ولم يتسببوا بقتل المسلمين وسفك دمائهم شرقاً وغرباً. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم، وأن يحفظ أمتنا من الفتن، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله النبي المعتبر سيد البشر. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, today's khutbah is about the honorable Imam and the righteous scholar Imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, who was born in the city of Kufa in the year 80 after Hijrah. His family
was of Persian origin. Imam Abu Hanifa's father, Thabit, had met Imam Ali ibn Abi Talib in Kufa, who made dua for him and his descendants. Imam Abu Hanifa was blessed with the dua of Imam Ali. Al-Bukhari and Muslim narrated through the route of Abu Huraira that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if the religion were to be as far as the Pleiades, which is a constellation of stars, then surely a person from Persia would be able to reach it. Imam As-Suyuti said, it has been agreed unanimously that this hadith refers to Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa acquired the knowledge from hundreds of prestigious men of his time, including a number of companions, and gained the honor of being amongst At-Tabi'een, a successor of the companions. Imam Al-Shafi'i said, all men of fiqh, Islamic jurisprudence, rely on Abu Hanifa. He also said, I perform tabarruk by Abu Hanifa and visit his grave every day. Whenever I had a need, I used to pray two rak'ahs, come to his grave and supplicate Allah by Imam Abu Hanifa. It would not be too long before my need is fulfilled. Imam Abu Hanifa used to perform the Fajr prayer with his wudu of Isha prayers for 40 years. And he used to pray 400 rak'ahs every night in between. Also, it was reported that for 30 years he used to recite the whole Quran in one rak'ah. Imam Abu Hanifa explained the belief of the Muslim nation in many of his books. In one of his books called Al-Fiqh Al-Absat, he said, Allah exists eternally and there was no place. He exists before creating the creations and he is the creator of everything. The great Imam died in Baghdad in the year 150 after Hijrah at the age of 70. The news of Imam Abu Hanifa's death reached the far and wide. And 50,000 people attended his funeral. May Allah raise his rank. We ask Allah Azza wa Jal to make us among those who follow the guidance of the Prophet and make our end in the state of piety. Ameen. وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم ارفع البلاء عن المسلمين اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في العراق وفلسطين وفي لبنان وسوريا وكافة أقطار الدنيا يا رب العالمين يا الله اللهم احقن دماء المسلمين اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم يا رب العالمين يا الله اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بهم غير ذلك فعجل بهلاكه يا رب العالمين يا الله اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين سامحنا يا أرحم الراحمين تب علينا واغفر لنا يا رب العالمين يا الله اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته يا رب عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا يا رب العالمين يا الله اللهم وجهنا للخير حيثما توجهنا واجعلنا مشاعل خير ونور وهدى
وإصلاحي يا رب العالمين، لا مشاعل فتنتي يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.